الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم وطاعاتكم إن شاء الله تعالى. كثيرون الذين يعصون الله، وكثيرون الذين يخطئون ويقعون في الخطأ والمعصية. وهذا طبع الإنسان، طبع الإنسان أنه خطأ، طبع الإنسان أنه يشتبه ويتمرد، ولكن يرجع إلى الله، ولكن يتندم، وهذا أمر طيب. رب العالمين جعل فرصة للناس أن إذا ما أخطأوا، إذا ما سقطوا، إذا ما غلبهم الشيطان، أن يرجعوا إليه سبحانه وتعالى، وباب التوبة مفتوح، وباب القبول مفتوح. وليس هناك، أقول بشكل واضح، ليس هناك أي احتمال على أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل التوبة عن عباده، أي احتمال ما أكو. رب العالمين وعد وصرح وكرر في القرآن الكريم، ونبي الإسلام صلى الله عليه وآله أيضا أكد وشدد على أن الله سبحانه وتعالى يغفر التوبة، يغفر الذنب عن عباده ويقبل التوبة، ولا يأس مع الله، لا يحق للإنسان أن ييأس. اليأس ليس عليه حال مقبولا وليس مسموحا به، لا يسمح الله أن ييأس الإنسان من رحمة الله. هذه كلها أيها الأحبة ذكرناها ونذكرها ونقولها ونكررها، أن أيها المذنبون، أيها العاصون، أيها المنفلتون، أيها الذين تغلبكم الشهوات، ارجعوا إلى الله، الله يقبل، الله يغفر، الله عليه حال يستر. ولكن أكو مشكلة أريد أن أتحدث عنها هذه الليلة. المشكلة هذه أن بعض الناس عندما يعصون الله وعندما يقعون في الخطأ، على أي حال ما يبقي أو لم يبقي المعصية مستورة، يعني أنه عصى وزل وانحرف، ولكن يوم الثاني يجي يتكلم، أنا أمس سويت فلان حال، أنا أمس ارتكبت فلان قضية، أنا أمس خل أخبركم ترى حصلت فلان مسألة وسويتها، ويتباهى بمعصيته ويتكلم بجريرته ويتكلم بذنبه. رب العالمين جدا جدا يمتعر من هاي الحالة، أنه أنت عاصي، بينك وبين ربك عاصي، زين، أكو مجال أن تتوب، ولكن أن تيجي وتتكلم عن معصيتك والشهر بيها وتبرزها وتعلنها، هذا رب العالمين يقول أنت يعني مو إنسان تريد شنو تستر على نفسك، ولا إنسان تريد التوبة، أنت إنسان تريد تتجاهر، تريد أنت تتبارز وياي. رب العالمين يتأذى عندما يجد إنسانا مؤمنا يبارز الله في معصيته. شايفين الناس، سأنا خل أجيب مثال، هذا المثال مو مناسب ولكن لتقريب الفكرة. واحد مولانا قاعد بطل العالم بالملاكمة، بطل عالم بالملاكمة قاعد، يجي واحد هو حسب تعبيرنا
ضعيف وهزيل وكلش ما أدري مختصر، يجي يتحارش ويا هذا بطل العالم، كل ساعة يرمي له ما أدري حجرة وحصى وما أدري إيش ويتحارش فيه. فهذا يقول له بابا أنت روح، أنت مو مال واحد يتبارز وياي، أنا أضربك لكمة واحدة أنت أقضي عليك، يعني مو مال مبارزة أنت. مشكلتنا إحنا كعباد ومشكلة إحنا كبشر، نبارز الله، نبارز الله العظيم الذي في الواقع الكريم الذي لا يعجزه شيء، نبارز الله في المعصية. إيه أنا أمس شربت المنكر، شربت الخمر، أنا أمس والله حصلت لي كذا ورحت مدري إيش، أنا أمس لعبت قمار، أنا أمس مثلا أخذت لي رشوة، أنا أمس، يعني تمشي وتتكلم عن سيئاتك، تتكلم عن ذنوبك. رب العالمين هنا يمتعظ، هنا يغضب. ليش يغضب؟ يقول أنت جسور، هسه واحد يذنب على حال ما حد يدري وبينه وبين نفسه وبعدين يتوب إلى الله، يقول على حال هذا تعدى وتجرأ وطلع على الخط، بس جسارة، هاي الجسارة تخلي الطرف الآخر على حال يتعامل تعامل آخر. اسمعوا لرسول الله صلى الله عليه وآله، شو يقول الرسول؟ يقول كل أمتي معافى. معافى يعني شنو؟ يعني يمكن الله يعفي عنهم ويصحون وترجع الصحة والسلامة والبعد عن المعاصي، لأن الله سبحانه وتعالى يعفو عنهم. كل أمتي معافى إلا المجاهرين الذين، شوفوا المجاهرين، مجاهرين شنو؟ اللي يعلنون أنه إحنا عصاة، إحنا نرتكب المعصية. شايفين تو الليالي اللي مضت، بيده مولانا الخمر يمشي بالشارع ويشرب، لا إله إلا الله، وأنت في بلد الإسلام في مجتمع المسلمين، أو يأتي بهذه الفاسدة أو الفاسقة ويسوي حركات غير مناسبة وغير مؤدبة وغير شرعية أمام الناس، يلا إحنا نسوي هالحركة، هذه سوي الحركة والناس خلي يشوفونها. رسول الله يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين الذين يعملون العمل بالليل فيسره ربه، الله يغطي عليه، ثم يصبح يوم الثاني يطلع فيقول يا فلان إني عملت البارحة كذا وكذا، يقول الله سبحانه وتعالى هذول ما يعفو عنهم، لا يعفو عنهم. ليش؟ ما يريد العفو، لو يريد العفو خو ما يجي حسب تعبيرنا يجي يتباهى بالمعصية، يقول للناس تعالوا أنا ترى فلان شي سويت. للأسف سمعت، وهذا على حال من كم جهة سمعتها، أنه بعض الشباب أو بعض الفتيات، نسوان فتيات، يقولوا إيه والله أنا حصلت لي واحد كذا، واحد يقول والله أنا اثنين عندي، واحد يقول ثلاثة كذا، وهذا سقوط أخلاقي مريب، مريب بكل معنى الكلمة. نساء بعضهن متزوجات يتباهين على بعضهن البعض أنه أنا حصلت كذا وشكله هالشكل وعنده سيارة كذا، أدري رب العالمين يشوف لو ما يشوف، يعلم بهالقضايا لو ما يعلم، يعلم. شلون إحنا نتجرأ بمحضر الله سبحانه وتعالى أن نقوم بهذه المعاصي ونتباهى بها أمام الآخرين؟ عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول المذيع يعني يذيعها، يعلنها، المذيع بالسيئة مخذول والمستتر بالسيئة مغفور له. استمسوا سيئة قد رب العالمين يغفر لك، أما تذيعها
تمشي تتباهى وتنزل بصفحاتك، شايفين البعض ينزل بالصفحة مالته، أنا أمس هاي الرقص مالتنا في القعدة الفلانية، وهذا أمس مدري إيش، فيبدأ يباهي بمعاصي الله. الإمام أمير المؤمنين يقول: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تجاهر الله بالمعاصي تعجل النقم، تعجل النقم. وإحنا في دعاكم إيش نقول؟ اللهم اغفر لي الذنوب التي ماذا؟ التي تعجل النقم، التي تأتي أو تنزل النقم. يا ربي اغفر لي الذنوب اللي تنزل النقم، لا تنزل النقم علي. خب شنو الأشياء اللي تعجل النقم؟ المجاهرة بالذنوب. قال أمير المؤمنين: إياك والمجاهرة بالفجور فإنها من أشد المآثم. يا أخواني، التجاهر بالفسق، التجاهر بالذنب، التجاهر بالمعاصي، رب العالمين يغلق على الإنسان باب التوبة والقبول. ويقول صلوات الله وسلامه عليه الإمام الصادق: إني لأرجو النجاة. الإمام الصادق يقول: إني لأرجو النجاة لهذه الأمة لمن عرف حقنا منهم إلا لأحد ثلاثة. يقول كلهم أرجو النجاة لهم من أمة رسول الله، أرجو النجاة لأمة رسول الله إلا ثلاث جماعات: صاحب سلطان جائر اللي مع السلاطين الجور والظلمة والفاسدين والجائرين ويعاونهم ويظلم معاهم، هذولا على أي حال لا نجاة لهم. بعد وصاحب هوى، صاحب شهوة رايح منا وجاي منا، وصاحب هوى والفاسق المعلن، الفاسق اللي يعلن فسقه ويتباهى فسقه بين الناس، يمشي بالأسواق. يا أحبتي يا إخواني، ترى رب العالمين، الله شاهد، رب العالمين قوي قوي قوي، قادر قادر قادر، يمكن له أن ينتقم في لحظة واحدة. يعني شنو لحظة؟ أقل من اللحظة، أنت بطرفة عين ينتقم من أمة يشيلها من الأرض كلها. وتجاشفون هاي الأفلام اللي ترسل لنا، شلون إجا هذا حسب تعبيرنا الفيضان اللي يسموه تسونامي. هاي السونامي شنو السونامي؟ بحر. رب العالمين من تحت البحر يسوي فت حركة، يخلي الماي يصعد إلى 30-40-50 متر، يجي إلى الساحل يشيل هذه المدينة والسيارات والقاعدين يرقصون واللي يسبحون بعرات والمختلطين بعد، كلهم يشيلهم، كل تشوفون لما تشوفون. أنا من أشوف أقول يا الله يا الله، استر علينا يا الله. وجنشوف هسه، أول كان بس يسمعون زمان القديم، بس يسمعون أن الله يخسف الأرض، الله مثلا يغرق الكذا، الله يأتي بالبلاء. إحنا جنشوف بعيوننا أفلام يجيبوننا ناس يرقصون والقاع تنفتح يطيحون داخل، يعني يخسف بهم الأرض. جنشوف ما نتعب، ما نخاف، وهاي اللي صارت الآخرين يمكن يصير إلي. وشلون يشوفون الحوادث الآن؟ سيارة جاي تمشي تنزل صخرة من الجبل عليها، سيارة جاي تمشي مولانا وإذا صارت كذا، هاي كلها حوادث وكلها قضايا ليس كلها بحساب، كلها بحساب. فتعالوا أيها الأحبة، تعالوا أيها الأحبة لنتقي الله، لنحافظ على كرامة الله، لنحافظ على هيبة الله، لن بارز الله، لن عادي الله، لن حارب الله. المحاربون لله، ترى الحرب مع الله هواية حرب خسرانة، حرب خسرانة. أنا أدري تعصون، أدري تقعون في الغلط، بس خليه بينك وبينه واطلب التوبة من عنده. التجاهر ترى قضية خطيرة، وهذا اللي جنشوفه في المواقع التواصل وغيره، تجاهر بالفسق والفجور.
الآن يشوفون أكو مسابقة راح تصير بالبصرة، مسابقة فرد خطوة جيدة على حال ثقة المجتمع الدولي، ثقة الدول الجوار بينا أنه الدولة صار بها أمن وأمان إن شاء الله، ونحن الحمد لله راح يجون يتبارون ويلعبون مسابقات ببلدنا. ممتاز. تعال شوفوا أنه شلون يصير الرقص، وأي مغني يجي، وهاي المغني شلون راح يقرأ. يعني نفكر في المعصية، نفكر في الغلط، نفكر في غضب الله، شلون نخلي الله يغضب علينا. هذا صح؟ هذا صح. احنا ما عندنا يعني فرحنا هذا الفرح، نريد نفرح. هذا الفرح لازم بالمعصية، يعني لا نستطيع أن نفرح إلا أن نعصي الله. شو بأعراسنا؟ بأعراسنا لازم نعصي الله. ليش يا بتعصين؟ والله سيدنا هي ليلة وزواج ابني، أدري زواج ابني لازم يصير معصية واختلاط وتبرج ورقص نساء ورجال، يعني لازم الشكل. لماذا لا نعرف طريق الفرح الصحيح والطريق الانتصار النزيه بعيد عن الغلط، بعيد عن المعصية؟ أنا أرجو المسؤولين المتصدين أن يفكروا كيف نوجه الأمة على أن تكون بعيدة عن المواجهة مع رب العالمين. لا تواجهوا الله، مواجهتكم مع الله مواجهة خاسرة، وحرب خاسرة، وجولة خاسرة. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للجميع، وأن يسددنا في القول والعمل. نعم، عندي متصل، تفضلوا تفضلوا. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا عندي سؤال. نعم. مثلا على قول الرسول سلام الله عليه وأهل البيت، من يقولون من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه، يعني أمر أن نزوجه. زين، مثلا أنا إذا أنا عندي بنت يعني مؤهلة للزواج، بس مثلا يجيني الأرض دينه وأخلاقه ومن مستواها، بس أقارب والأقارب عندهم مرض وراثي، أكو أمراض وراثية بالعائلة، من ما تميل أكو أمراض وراثية. زين، أنا من ما أنطيه، لأن وأمراض وراثية، يعني أكون خالفت الرسول بهذا القول؟ زين، من يجيني مثلا شخص ثاني، هذا الشخص مثلا مو مقام بنتي، أحس مثلا هو بنتي جامع، طالبة جامعية، هو خريج له ثالث متوسط أو ابتدائية. زين، مثلا بنتي عايشة عيشة ميسورة، مثلا يجيني مثلا هو عامل يومي، ما عنده شهادة، قاعد ببيت إيجار هو وأهله مثلا. يعني أحس أنا بنتي مثلا أقول ما مجبورة أنه أزوجها، يعني الهيتش يعني بعده مو مقامها، يعني هو أكون أو أيضا من ذوي الأخلاق يعني والدين، يعني أكون خالفت قول الرسول بهيج شيء. واضح واضح أختي، حياك الله. سؤال الأخت سؤال جدا ذكي، وسؤال مهم، وسؤال علي حال تريد تخلي نفسها على أن لا تكون متواجهة مع رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وإن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الرسول جاي يقول يا جماعة زوجوا بناتكم أولادكم بسرعة، زوجوهم بسرعة، لا تعقدون القضايا هواية، لأن إذا ما تزوجون تخلون بناتكم هالشكل أولادكم هالشكل راح يصير فساد، راح يصير فساد. وتشوفوا أي مجتمع إذا كان الزواج فيه شائع الفساد فيه قليل، وإذا مجتمع الزواج متأخر الفساد أكثر. هذه استطلاعات دقيقة شوفوها أنتم. فالرسول جاي يتكلم على أنه تعالوا لا تصعبون أمر الزواج، خصوصا الأخت تقول سيدنا يجي خوش ولد كذا متدين، ولكن مشكلة أنه مبتلون بمرض وراثي، مرض على حال في هالعائلة، مثلا قضية ما أدري مرض سكر، أو مرض مثلا ثلاثيميا في الدم،
أو مرض مثلاً معين، وأنا شلون يعني أنطي بنتي؟ أختي الكريمة، أختي وزوجها الخلق والدين، ولكن لا يعني أن نغفل شنو الجوانب الأخرى، أن يكون كفو من جهة على حال الطبقة الاجتماعية والمقبولية الاجتماعية، لا بد تكون مو أجي ما يصير أكون لابد أكو شيء عنده شقة خاصة أو كذا، لا. فأنت ما مخالفة قول الرسول إذا تبحثين عن رجل سليم، طبيعة الحال الآن أكو يعني هذه الاختبارات، يمكن إنسان يسوي تحليلات دقيقة للجينات وللخلايا الجذعية والخلايا، هذا يمكن أن يحصل على أنه هذا أكو سلام أو ماكو سلام، يمكن الآن اختبارات موجودة ويمكن واحد يسوي تحليلات دقيقة، ولكن في نفس الوقت قد ما يعجبني أو أنه ما أقدر أنسجم، هذا أمر يعني ملحوظ. ولكن النبي يريد يقول يا جماعة لا تشوفون قضية الفلوس قبل الدين، لا تشوفون قضية الشهرة والعائلة قبل الأخلاق، ترى العائلة والشهرة وابن عشيرة وابن كذا مسؤول، بس هو دين ما عنده أو أخلاق ما عنده، فشوفوا الأخلاق والدين من أهم الركيزتين، ولكن أكو ركائز أخرى وهي مقبوليته، كون إنسان عليه حال متعارف، مو إنسان عليه حال حسب تعبيرنا من المجاهيل أو من عائلة غير ملتزمة متزنة، هاي أمور لابد أن يلحظها الإنسان. نعم نعم علي تفضل. يا علي. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد بلا زحمة عندي استفسار. نعم. بما أنه صار طالب النصر. شنو؟ بما اليوم طالب النصر. ها استشهاد. نعم يعني شنو رسالتك؟ أحسنت جزاكم الله خير. في واقع الحال هو برنامج فقهي، يعني احنا البرنامج الفقهي كل ذلك وذهبوا في سبيل الله. إذا أنا منحي هؤلاء ومن نفتخر بهؤلاء، بمن نفتخر؟ بمن على حال نصول ونجول؟ نصول ونجول بتاريخنا، نصول ونجول بتراثنا، نصول ونجول بشهدائنا، وهذه هي هذه في الواقع تراثنا الكبير. خلي أقول لكم كلمة، وإن كان للأسف البث انقطع ورجع. شوفوا أخواني، لولا نهضة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وبقائها في ضمير الأمة، لولا نهضة الحسين وبقائها في ضمير الأمة لما كان للإسلام من وجود، أقولها بصراحة. حتى أن الإمام الحسين هو نفسه قال لو وليت الأمة، لو كان والي الأمة، لو وليت الأمة بمثل يزيد فعلى الإسلام السلام. هو بدمه وقف أمام يزيد، بدمه وقف أمام المد الأموي القاتل، الأموي الجارف والمضلل، وأبقى الإسلام. إحنا لولا إحيائنا لذكرى سيد الشهداء وذكرى قضية كربلاء ما كان للإسلام انتهى. وهي المقولة اللي تقال أن الإسلام محمدي الوجود، محمدي الوجود، ولكن شنو؟ حسيني البقاء، بقي الإسلام بالحسين. فشهداءنا أيها الأحبة عزنا، شهداؤنا
تراثنا، شهداؤنا هويتنا، فلا بد أن نحيي شهداءنا ونحيي مآثرهم وأفعالهم وأخلاقياتهم وتضحياتهم. وأطفالنا لازم في واقع الحال لا تغيب عن أذهانهم أن يوم الأيام بلدنا كان منتهك، وبلدنا كان مهدد بأن عليه حال يتفكك لولا الشهداء الذين وقفوا، من شبابنا من جميع المحافظات من جميع الأطياف وقفوا وصمدوا وقاتلوا، وحتى أنه وصلنا إلى النصر العظيم والحمد لله رب العالمين، والآن بلدنا يعيش أمن نسبي، أمن نسبي بفضل هؤلاء الشهداء. والآن راح نستضيف مباريات وبطولة، هذا كلها إنجازات إنصافا لدماء شهدائنا رحمهم الله تعالى. نعم تفضلوا. السلام عليكم. هل يجوز أداء الأعمال المستحبة من غير وضوء؟ شنو عفوا، هل يجوز أداء الأعمال المستحبة من ماذا؟ بغير وضوء. الأعمال المستحبة بغير وضوء. الأخ الكريم يقول أنه أنا أقدر أسوي أعمال مستحبة بدون أن أكون متوضي، مثلا أقرأ القرآن بدون وضوء، مثلا أسبح بيدي سبحة اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل بدون وضوء، أقدر مثلا مولانا أزور الإمام بدون وضوء؟ الجواب نعم، لا إشكال في ذلك، نعم لا إشكال في ذلك. وإن كان الوضوء أفضل، أنا أقدر أقرأ القرآن بالموبايل، أخلي القرآن بالموبايل أقرأ القرآن بدون وضوء ما في مشكلة. نعم إذا كان القرآن بيدي أن لا ألمس القرآن لأني بدون وضوء ما يجوز، كلمات القرآن وآيات القرآن ألمسها بدون وضوء، أما أقدر أقرأ نعم ما في إشكال. فاستحباب قراءة القرآن، استحباب ذكر الله، تسبيح الله وتعظيم الله بدون وضوء ما في إشكال. أزور الأئمة وإن كان بدون وضوء ما في إشكال، قلت وإن كان أفضل. ليش؟ الإنسان يكون طاهر مطهر وعلى وضوء حتى يصلي ركعتين زيارة، هذا يحتاج إلى وضوء. أما تريد الزور بدون ركعتين زيارة ممكن، واحد يزور بدون ركعتين زيارة ممكن، وإن كان عليه حال الوضوء أفضل. نعم تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدنا. وعليكم السلام سيدنا. عفوا، مثلا أي صلاة أنا اليوم نويت أرتجي مثلا لصلي صلاة العشاء، لكن بالنية أنا ناوي اليوم أجي صلي صلاة العشاء، توجهت للقبلة وقفت على اتجاه القبلة، اتجاه القبلة أصلي صلاة العشاء، لكن بالنية قلت مثلا صلاة العصر أو صلاة الظهر، بالنية التلفظ قلت صلاة العصر أو الظهر، لكن المراد بها صلاة العشاء. هل الصلاة صحيحة؟ لو شنو العمل يعني وما الحكم يكون بهالحالة هاي؟ بل الأخ الكريم سؤاله واضح، يقول أنا جاي حتى أصلي صلاة العشاء وناوي صلاة العشاء، ولكن نيتي لسانا تلفظت النية قلت أصلي صلاة المغرب أو أصلي صلاة العصر، اشتباه، هذه أثر في صلاتي أو لا؟ الجواب لا. ليش؟ أولا النية هي قلبية وليست النية لفظية، وهذه النية اللفظية يمكن يصير سبق لسان، سبق لسان يعني اشتباه، هذا الاشتباه مو مهم، واضح؟ أنت قلبا ونية وقصدا قاصد صلاة العشاء، وإن قلت أصلي صلاة المغرب قربت إلى الله، أنت ما تصلي صلاة المغرب، أنت تصلي صلاة العشاء، ولكن هذا سبق لسان، سبق اللسان لا يؤثر. بس أنا أنصحكم إخواني النية لا تتلفظوا بها، النية خلوها قلبية، خليها بقلبك، نيتك القلبية الله أكبر، واضح؟ جيد. نعم إبراهيم تفضل أخي الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا شلون اخبارك؟ حياك الله تفضل حبيبي. رحم الله عليك تفضلك. سيد اني ما اعرف اقرا، اتهجل الكتاب القران،
أسمعك كمل إبراهيم كمل. أتهجى بالقرآن، أنا من أقرأ القرآن ما أعرف أقرأ فأتهجى. أي شقد عمرك إبراهيم؟ أنا 92. شقد؟ 92. مواليد 92. أي مواليد 92، يعني 30 سنة عمرك. أي 30 سنة. أشكرك يا إبراهيم، راح أجاوبك. شكرا رحمة الله على والدك سيدنا مشكور. أولا إبراهيم كأخ أكبر من عندك أقول لك، أنت بعدك ما شاء الله 30 سنة، يعني يمكن لك أن تتعلم القراءة والكتابة، والآن ما شاء الله شقد برامج ومناهج موجودة على اليوتيوب وعلى المواقع، يمكن إنسان أن يستفيد منها ويتعلم، ومو صعبة واحد على حال ولو لمدة 5 أشهر 6 أشهر سنة يتعب نفسه يقول أنا أعرف أقرأ وأكتب، وهي ميزة لطيفة. فتقدر تتحصل هالميزة؟ أقدر أتحصل. فحاول أن تتعلم، ومو عيب أن أقعد ويا ابني أو أقعد ويا زوجتي أو كذا، أنه أتعلم الألف باء تاء ذاء وهكذا، أتعلم القراءة والكتابة، مو عيب. تدري العيب شنو؟ العيب أن أبقى جاهل، أن أبقى ما أعرف، هذا عيب. ولذلك النبي قال أطلب العلم من المهدي إلى اللحد، يعني متى ما تريد تطلب العلم تقدر تطلب العلم. هذه نقطة أولى كنصيحة أخوية. أما تقدر تقرأ القرآن وأنت تتهجى؟ الجواب نعم، يجوز ذلك. ولكن أنا أنصحك أيضا نصيحة أخرى أخ إبراهيم، أنه أكو هاي الأجهزة الآن بيها يعني بيها برامج قرآنية. الآن شوفوا، راح أفتح برنامج قرآني، هذا قرآني، وأروح إلى وين؟ إلى سورة من السور، ويطلع لي مثلا عبد الباسط أو يطلع لي أي واحد قارئ، أدق عليه يقرأ لي وبصوت بطيء يقرأ لي، وأنا أسمع وأشوف القرآن قدامي وأتهجى القرآن وأقرأ القرآن مع صوتي قارئ. حتى شنو؟ حتى أولا أحصل ثواب سماع القرآن، هذا ثواب، وحصل ثواب رؤية القرآن، هاي اثنين، وحصل ثواب قراءة القرآن. كم حجر أنت ضربت؟ ضربت أنت 3 عصافير بحجرة واحدة. سامع واحد يضرب عصفورين بحجر، أنت 3 عصافير. هم استمعت القرآن وهو ثواب، أذنك سمعت القرآن، هم رأيت القرآن، نظر القرآن عبادة، وهم شنو؟ وهم أنت تقرأ القرآن وتلهج بالقرآن، فتلاوة القرآن أيضا عبادة. فأنت تحصلت على أمور 3، ونفس الوقت راح تكون قراءتك متقنة، قراءتك صحيحة. الله يوفقك إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله تتصل علي بعد فترة تقول سيدنا أنا تعلمت القراءة والكتابة إن شاء الله. مريم تفضلي بابا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يخليكم. سيد إذا ممكن، أنا يعني اشتريت بيت تقريبا 44 مليون، عليها صحيح خمس. عفوا، 44 مليون شنو؟ ورث؟ يعني اشتريت بيت. اشتريت البيت سعره 44 مليون. بل زين، عليها خمس. لازم تقول لي 44 مليون شلون حصلت يعني بالتدريج؟ يعني سابقا كنت يعني مجمعتهم، بس مطيتني اخوي يشتغل بيهن. بالي بس مو الي، يعني هو من يشتغل بيهن مو يعني مو الي الي، مو مشكله. زين هذا البيت ها يعني عليهم خمس. مريم اختي مريم، بابا هذه ال 44 مليون مالاتش لو مال غيرك؟ لا مالاتي، بس انا ماخذ سلفه من الدوله تقريبا 20 مليون. هسه يعني استقطاع، بيستقطعون من عندي. بني زين عليهم يعني مثلا عليه هو هذا قمص لو شنو؟ شوفي مريم، انت الان غيرتي سؤالك، قلتي هاي الفلوس من الدوله ماخذتها كسلفه. اي ماخذه بس 20 مليون من السلفه. 20 مليون سلفه، 20 مليون سلفه، وال20 مليون مالتك. هذا نيجي مالاتي، بس ما كان عندي. فأنتي فقط تخمسين العشرين مالاتك، مال الدولة اللي ما أخذتها ما عليها، لأن ما مو مالتك، مال الدولة. فما صحيح. فما يعني دام فما دام في ذمتك أموال مال الآخرين ما عليها خمس، مو مالتك هي،
ولكن فقط تخمسين أموالك أنت، والأقساط اللي دفعتيها للدولة يعني من العشرين مليون اللي أخذتيها من الدولة شقد دفعتي أقساط؟ الأقساط اللي يعني دفعتيها تقريبا يعني صارت إلك بمقدار الأقساط المدفوعة أيضا تخمسيها. واضح مريم؟ ها يعني الأقساط يعني المدفوعة. هم أنا أخمسهم. أحسنت، منين صارت إلك لما دفعتي أقساط يعني صارت إلك ها بمقدار اللي دفعتي من أقساط أيضا تخمسيها. الله يوفقك إن شاء الله تعالى. الله يخليك. زين شلون أني أدفعهن يعني إذن أدفعهن أنطيهن؟ والله أختي كريمة يعني تقدرين أنت تطلعين الخمس بعدين تشوفين إذا أكو ناس من أقربائك ناس فقراء كلش وتعبانين، أو تعرفين نعم دينهم، دينهم وأخلاقهم ويعني ناس ملتزمين وما عندهم والله كلش تعبانين، تقدرين أنت تقسمين الخمس إلى قسمين، قسم سهم السادة، السادة الفقراء المتدينين، وقسم حق الإمام تعطيه إلى أي واحد اللي فيما يرتبط بأمر الدين، سواء كانت حوزة أها. علمية أو كان مثلا ناس أيتام أو كان هناك أرامل. أنت بعد بمعرفتك وبإيدك يعني مو أنه تعطيها لفلان وعلان، أنت بإيدك توزعيها. سمح السيد مجوز هذا الأمر. واضح بابا؟ الله يخليك، بارك رحم الله الله والديك. يعطيك العافية. نعم تفضلوا. السلام عليكم سيدنا. وعليكم عندي بنتي عمرها 16 سنة، هي مؤمنة تصلي صلاة بوقتها تقرأ قرآن ومواظبة على زيارة عاشوراء، بس عندها شك كلش هواي. بسم الله تعيدها عدة مرات، إنوية تعيدها عدة مرات، شنو الحل؟ شو أقدر أسوي لها؟ أشكرك يا أختي على هذه البصمة. شوفي أختي الكريمة، بنتك في ريعان شبابها، خطية 16 سنة يعني، والآن دخلت أو وقعت في الوسواس والشك. هذا الوسواس ما يخلي الإنسان يستقر يعني. النية 100 مرة تكررها، ما أدري الوضوء 7 مرات تكررها، هذا مرض، هذا مرض. أرجوكي أرجوكي أن تأخذيها إلى دكتور نفساني. دكتور نفساني يعني هو دكتور متخصص في علم النفس والأعصاب، حتى يعالج هاي الحالة. حالة الوسواس هو مرض على حال نفسي ومرتبط بأعصاب الإنسان، فلا بد أن تقول لي ماما أنا مو أنا على حال ما بي شيء. لا، الوسواس هذا مرض ما له ربط بالدين، ما له ربط بالدين. فحاولي أن تأخذيه إلى متخصص جيد عسى ولعل أن يحل هاي المشكلة. وعندها هي البنت لازم تقوي إرادتها وتتبع كلامي. شنو كلامي؟ الشيء اللي سويتي يعني الشيء اللي نويتي خلص تتكرري النية، الشيء اللي قريتي انتهى لا تكرري. عدم تكرر الأشياء، لا تكرريها بأي شكل من الأشكال. أنا غسلت إيدي خلص أطلع، توضيت انتهى أروح أصلي. لا ترجعين تتوضين، بس ترجعين تتوضين يعني أنت استجبتي إلى الشيطان اللي جاي يوسوس إليك. خلص الشيء اللي سويتيه اعتمدي عليه ولا تكرريه، وذبيها برقبتي وانا مسؤول امام الله سبحانه وتعالى. نعم مصطفى تفضل. نعم مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيدنا اني نعم. من الناصريه. نعم. اني من مقلدين السيد السيستاني. نعم. واني حالتي ضعيفة وما عندي، اريد واحد يساعدني، اريد اتزوج وخاطب وهاي، بس ما عندي امكانية يعني اشتري غرفة اخشاب، ارتب بيتي شوية بحالتي تعبانة، وانا بلكت من هاي اهل الناس الخير يساعدني. نعم اي والله، وهاي واحنا من مقلدين السيد السيستاني حالتنا نعم. شوية تعبانة. شوف حبيبي مصطفى، حتى سيدنا حتى فلوس العقد ما عاد اسوي والله. بلي بلي واضح واضح. ايوه واضح. الله وديك. ايش قد عمرك مصطفى؟ انا 89 سنة. مواليد 89 33 سنة. ما شاء الله، يعني عد عمرك 39 سنة. ايه. الله يعطيك العافية، إن شاء الله بخدمتك أنا راح أتكلم في هذا المجال. مصطفى. واحد مصطفى آخر يعني؟ مصطفى آخر تفضلوا. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا أنا من أشد المعجبين بحضرتك ومسالك الدينية.
يعطيك العافية حبيبي، تفضل حبيبي. رحم الله والديك سيد. سيد أنا مرات أصلي دائما يعني كل صلاة بوقتها، وهذا تجيني حالات مرات أعوفة مثلا الصلاة يوم يومين، ومرات لا ما أستمر، ومرات ما أصلي يعني، وعندي وهواس كلش قوي. وهواس شنو يعني؟ وهواس شنو يصير عندك؟ يعني ساعة أصلي صلاة بوقتها، ساعة مرات يومين ما أصلي، يعني تقطع بالصلاة. شنو سبب تقطع الصلاة مصطفى؟ أفكار تجي هواي ببالي، وشوية يعني بالي ما صافي بهذا الشيء، وشغل وتعب ومسائل الحياة هواي، وأنا منتسب هم يعني نطلع واجبات وهاي، فمرات حتى يعني ما وضوء ما موجود من نطلع للواجب وللدوام. شكرا مصطفى على صراحتك، وأنا راح أجاوبك حبيبي، الله يعطيك العافية إن شاء الله تعالى. عدنان تفضل. عدنان تفضل حبيبي. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. صوتك شوي عليه أخ عدنان. تفضل. صح. سيدنا عندي في المشكلة فريدة من نوعها. ما شاء الله. أي والله أرجو أن تسمعها. أنا من السجناء السياسيين. بلي. سجنت مرتين بزمن النظام السابق. بلي. واحدة 7 سنين واحدة بالإعدام، ونزلت من الإعدام إلى المؤبد. بلي. من طلعنا أخضعنا النظام الدائد إلى نظام المراقبة الإلكترونية. بلي. وهاي من سقط النظام يعني الجوارين هم يجون يقولون نحن نراقبكم، تجينا جيراننا تقول الحائط بيناتنا هل والله نشوفكم بالصوت والصورة، وش تحكون نسمعكم. من سقط النظام بعنا البيت بالفترة اللي مثلا نريد، أو البيت اللي نشتري ياخذ 3 أشهر 4 يلا ندار له، يروحون هاي الأجهزة ينصبونها بذاك البيت بنفس الوقت، لأنه كان النظام السابق كل بلوك بسوية مخابرات وأمن. عدنان بلي. عدنان حبيبي بلي. هاي الأجهزة من ينصبها؟ أكو أشخاص إحنا ما نعرفه، من نجي ننزل البيت وتجينا ضربات سيدنا، تجينا ضربات إلكترونية بالرأس بالرجلين. أتصور أنا معلم طبعا متقاعد، وزوجتي معلمة، نبكي والله من شلون الأوبر تجينا، والحائط ماكو شلون حركة الإلكترونات. كم عفوا أخ عدنان، كم سنة بالسجن كنت؟ 7 سنوات. 7 سنوات بلي. الله يعطيك العافية إن شاء الله تعالى. أنا أتكلم عن طريقك، أريدك توصل هاي للمخابرات، يجونا وهذا رقم يمكم، بس يجيبون يكشفون أجهزة كشف، يطلعون هاي الأجهزة المنصوبة بالحيطان. لأن مرة طلع السيد الزاملي قال لي جيت زارعين بيتنا عدسات يقولون واضح واضح واضح. حياك الله. انقطع اتصال. جاسم تفضل. جاسم أخي. نعم جاسم. السلام عليكم سيدنا العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك حبيبي؟ الله يبارك فيك حياك الله. سيدنا أكو ناس هنا مثل بالمنطقة أعوذ بالله يشتغلون ربع. نعم يشتغلون بالربع. وناس يشتغلون بالربع. إيه واحنا احنا جاي ناكل اثم ونشرب، بس احنا يعني ما هاوين ضايجين من عندهم، هم يصير حرام او حلال يعني احنا ما نعرف، يعني نمنع منهم كلي. هو اصدقائكم لو اقربائكم لو شنو بالمنطقه يعني بالمنطقه. اشكرك يا جاسم، ان شاء الله انا ابين الجواب الشرعي. بارك الله فيك. نعم يظهر وقت ما عندنا اخ علي، يعني اتصالات اقطعوها رجاء، خلي اجاوب على الاخوة اللي الاخ مصطفى من الناصرية. الاخ مصطفى من الناصرية، ما ادري الاخ علي رقم مصطفى الاول مو مصطفى الثاني، مصطفى الاول عندكم رقمه؟ احسنتم، شوفوا رقم مصطفى الاول، لان عندنا مصطفى يعني مصطفى الثاني كان يصلي ويترك صلاته، المصطفى الاول
قال أنا من الناصرية وعلى حال ما عندي وأريد أتزوج وعمره 39 سنة ويريد مساعدة، أخذ رقمه عسى ولعل أنه عسى ولعل أنا ما يعني لست على حال لا أنا عندي أموال ولا عندي على حال مشاريع في هذا المجال، ولكن عسى ولعل أنه يخابروني. أنا أدري راحوا يخابروني الآن ناس أهل دين ناس أهل خير يقول سيدنا هذا الخابرك إحنا نريد نزوج، راح يقولون. أنا أدري أكو هواي أهل خير والحمد لله رب العالمين، كل قضية تطرح في برنامجي حشرات التليفونات تجي من العتباتهم يخابرون أنه سيدنا إحنا نريد هذا نحل مشكلته. الله سبحانه وتعالى إن شاء الله تعالى يجري لي الخير على إيدي، أنا مو واقعا ما عندي إمكانيات ولكن رب العالمين يجعلني واسطة خير إن شاء الله. وهذا الأخ مصطفى راح نحافظ على رقم تليفونه ونسأل الله بحق فاطمة الزهراء بحق صاحبة هذه الأيام وأم البنين اللي على حال وفاته هذه الأيام أن يفرج عن كل مكروب وكل فقير ويغنيهم ويسهل أمر زواجهم أمر حياتهم أمر ديونهم ويعافيهم من كل سوء. إلهي قولوا آمين إخواني. أحسنتم جزاكم الله خير. مصطفى إن شاء الله تعالى حبيبي أولا توكل على الله، توكل على الله. رب العالمين قال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. الله وعدنا أن إحنا نروح بصوب الزواج، إحنا ندخل في مشروع الزواج، الله وعدنا أنه إن يكونوا فقراء يغنهم، الله يجعل الغنى. أنت توكل على الله ابني، روح أخطب، جاء أقول لك بصراحة روح أخطب، روح أخطب وعلى حال أخذ حسب تعبيرنا الرضا، ورب العالمين راح أشوف شلون راح يفتح عليك. وأنا على ثقة لأن أنا بحياتي هواي شايف أشياء، راح الله يفتح عليك واطمئن أن الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء، خصوصا من يريد أن يتزوج حتى يحصن نفسه عن الحرام، الله راح يعينه. الله يبارك فيك. مصطفى الآخر يقول أنا أصلي وأترك الصلاة وعلى حال هو منتسب. حبيبي أنت منتسب، الله سبحانه وتعالى مفضل عليك، راتبك جيد، على حال وضعك زين، أن تقول والله صعب علي أصلي، ليش صعب عليك؟ إيش قيد تحتاج الصلاة يا مصطفى؟ إيش قيد؟ صلاة الصبح هي كلها ركعتين، صلاة الظهر كلها 4 ركعات، لو تجمع كل هالصلوات 17 ركعة، كل ركعة دقيقة واحدة كلها تجمعها تصير 17 دقيقة. ما أقول لك تجمعها بوقت واحد، لا، صلاة الصبح دقيقتين، صلاة الظهر 4 دقائق، صلاة العصر 4 دقائق، صلاة المغرب 3 دقائق، كلها 17 دقيقة. وانت تقول انا متعاجز وانا ما لي خلق او انه تعبان، يا حبيبي انت ساعات تقعد على الموبايل، ساعات تقعد تتكلم ويا الاصدقاء، ساعات تقعد هاي الساعات، ترى انت لو شوية تلتفت الى نفسك شوية، قل انا الان كم ساعة قاعد ويا صديقي، انا كم ساعة جاء العب بوبجي، جاء هاي الالعاب انا عفوا قد ما تلعب، بس اقول شقد احنا مشغولين بالموبايلات، كلها دقائق يا حبيبي. ارغم، شوفوا عندنا روايات، ارغم انف الشيطان بالصلاة. لما تقوم تقول يا الله اقوم للصلاة، الشيطان يرغم انفه بالارض، وانت تقدر ان ترغم انف الشيطان وتقوم لصلاتك. وانا ادعو لك اللهم اجعل الاستقامة في طريقه، اللهم اجعل حب الصلاة في قلبه، اللهم اجعل خشيتك ان تخاف الله، الخوف من الله هو يدفعك إلى أنه شنو، مثل ما تخاف من الآمر، أنت تخاف من الآمر وتقوم بأوامره وواجباتك، ليش تخاف أنه ينقصون راتبك، ما أدري سجنوك لا سمح الله، كما أنك تخاف من الآمر وهو عبد من العبيد الله، فكيف من الله؟ لا بد أن نخاف من الله ومن عذاب الله. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لك. عدنان مشكلة فريدة، وهو سجين سياسي ويقول أنه أنا مراقب من كل مكان والناس كلها يشوفني. أعتقد والله العالم أعتقد الأخ يعيش حالة يعني شو سموه أنتو، حالة تخيل، يتخيل هذا الأمر. وإلا منه حبيبي، منه يجي يخلي كاميرات ببيتك، منه يخلي كذا؟
يعني أنت هالتصور طبيعة الحال. أنا أدري أدري يعني شنو أدري، لأن إحنا مبتلون إخواني، النظام السابق لعنة الله عليه وعلى من يحبه ويواليه ومن ساعده وأعانه. النظام السابق ما حد إلى الآن يعرف مستوى إجرامه، مستوى إجرامه ما حد يعرف، الله شاهد. أنا عندي واحد من قرايبي كان سجين 20 سنة. ليش سألته كم سنة سجين؟ قال 7 سنوات. 20 سنة كان سجين. الآن لما صار العفو طلع أواخر أيام النظام سوى عفو طلع. هذا من قرايبنا الله يطيل عافية. صدقون رجال هو على حال مهندس، بس يعيش الخوف كل وقته، كل وقته يعيش الخوف. ويمكن باب البيت مسدودة، يمكن باليوم 40 مرة يروح يشوف الباب مسدودة لو مو مسدودة، الشباك مسدود لو ما مسدود، 40 مرة 50 مرة. قلت له حجي حبيبي، يقول لا 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 ما تدري هالباب يمكن مفتوحة. هذه آثار الكبت وآثار التعذيب وآثار الاختناق اللي عاشوه في السجون، صارت عندهم أمراض نفسية، أمراض أعصاب، أمراض قضايا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي جميع الإخوة السجناء المظلومون من النظام السابق ومن كل جائر، الله يعافيهم ويشافيهم إن شاء الله تعالى. الأخ جاسم يقول الناس يشتغلون بالربا في منطقتنا، احنا شلون ناكل وياهم نقعد وياهم؟ أخي الكريم، المرابون أعداء الله، والمرابون محاربون لله. عندنا روايات أن الذي يأخذ درهم من الربا قد بارز الله يعني يحارب الله. فذول المرابين على حال فسق فجر مذنبون، نسأل الله لهم التوبة، نسأل الله لهم المغفرة. بس أقدر أكل وياهم؟ ماكو إشكال، أكل وياهم. بس حاول أنه من تتعاشرهم قل له يا حبيبي ترى دير بالك هذا حرام، يعني انصحوه، أمروهم بالمعروف، انهوهم عن المنكر، بس الأكل والشرب لا إشكال في ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ويجعل عاقبة أمرنا وأمركم خيرا، ويعجل في ظهور إمام زماننا، ويجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه، ويرحم شهداءنا ويعافي جرحانا. أنا أعتذر يظهر الحلقة اليوم كان بيها تقطيعات وكان أكو بث في البث مشكلة، ولكن عموما هي هذه مشاكل البث المباشر. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لخدمتكم أكثر، يوفقنا لطاعة الله أكثر، ويوفقنا لتعلم أحكام الدين أكثر وأكثر. أستودعكم الله، ولا تنسوني والدي من الدعاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.